ولا تبادل بين الجبل وبين ربه، ولا تبادل بين الطير وبين ربه، بل هو حب من جانب واحد، حب فطري. أما الحب الذي فيه التبادل هو حبي للإنسان إذا أحبني. يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه، وشددنا ملكه بهذا الحب وبهذه المعرفة، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. والحكمة لا تعطى إلا لمن يحبه الله، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. بعد ذلك واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، وذكرى لأولي الألباب. ويصف الله سبحانه وتعالى يصف هذا العبد بقوله نعم العبد إنه أواب. أواب أي كثير الرجوع إلي، أي كثير الذكر، أي كثير التفكر. فيصف عباده بهذه الصفات إنه أواب. بعد هذا يأتي ذكر آخر، فهؤلاء هم أهل الذكر. والذكر الذي يبينه الله تعالى أن عباده يذكرونك به، فهم وسيلة جيدة وقدوة عالية وأسوة حسنة. وعلى قمة هؤلاء المصطفى صلى الله عليه وسلم